بصوا يا نهار أبيض، علاج مش نافع، كله مش نافع يا اخويا. تعالى، في هنا كمان واحد. بسم الله تقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة كويسين وكل فيديو انتم طيبين، ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. طبعا قبل اي حاجة يا جدعان، الفيديو بتاع النهاردة فيديو مختلف، هنعمل حاجات كده جديدة. طبعا ده المخزن بتاعنا، احنا طالعين معانا هنا، مش عايز ابين قوي يعني، انا سكينة. تمام يا رجالة، نعمل حاجة كنتش عايز اعملها بس اضطريت، يعني اضطريت. شكلي اتجننت في دماغي، بس يلا يا رجالة. طبعا بداية كده يا رجالة، احنا ايه لقينا؟ النتاية دي ميتة، لقيت النتاية دي ماتت. الحمد لله رب العالمين، يعني انا حمدت ربنا انها ماتت بصراحة، عشان خاطر كانتش عايزة تعالج. عملت معاها اللي كانتش عايزة تعالج، بس يا عيني بصوا متبهدلة على الآخر. الحمد لله. تمام يا رجالة، رجليها شكلها اتكسرت، ده عضمت يعني، شكلها ميتة من بدري، بس لسه شايفها من شوية عامة يعني، بعد ما جيت من الشغل. تمام، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طبعا مفتحتش الحمام النهاردة، ممكن افتح له دلوقتي عادي بعد ما نخلص المدعكه اللي هنعملها ديك، هفتح للحمام اللي هنا ده. تمام يا رجاله، المهم تعالوا نخش جوه، قول بسم الله، نفتح النور بتاعنا، نخفي ايه السكينه دي كده هنا اهو. طيب بص يا رجاله، ما طبعا طبعا النتايه دي انا كنت ناوي دي اذبحها امبارح او اول، قلت ايه طالما مش عايزه تعالج وتعبتني معاها، وفي نفس الوقت ايه نوفر كلفه طالما تعبانه ومش مستفيدين منها. تمام، فهي الحمد لله ليها نصيب انها تموت. طيب احنا عندنا هنا بقى ايه، في هنشوف الحمام اللي ملوش لازمه، الحمام اللي ملوش لازمه وهنذبحه، منه هيوفر كلفه، هيوفر تعب، هيوفر حاجات كتير. طيب اول حاجه، احنا الاتنين دول كده يا رجاله انا تعبت معاهم بصراحه، لا وكمان دخلوا على دور دمعه عين، وبص عملت معاهم اللي تعب وعلاج، وفي الاخر برضك تعبانين، فدولك مالهمش لازمه، دول هناخدهم دلوقتي هنعمل معاهم ايه؟ قطع على طول. فالاتنين دولك كده هناخدهم دلوقتي هنتعامل معاهم. بفكر طبعا، فكره ان الفيديو هينزل لكم، فانا دلوقتي بفكر مش عارف سيبكم، اكيد مش هاخد لب يعني، اخد ده ولا اسيبه مسليها؟ فأنا بقول كده برضه اسيبه، انا بقول اسيبه زي ما انتوا قلتوا كده، اسيبه بياخد ويدي مع لبه كده اهو، مسليها لغايه اما ننقل ايه كام زغلول، وهو برضك هيسيب في وسط الحمام نازل طالع، بس خلاص فنسيبه. طيب الزغلول اللي عندنا دي، ده زي الفل، ده افلل، انا شاك دماغي بتلعب معاك انت، بس ده ان شاء الله هنعالجه، ده اكيد يعني مش هناخده يعني. شوف بس ايه، بصوا ليه عشان امبارح كانوا تعب تانيين. بصوا ده اللي يعني اوعى تخش على اللي انا خايف منه. تعالى يا اخويا، تعالى تعالى، بص عينه، بصوا التجبن فيها، انا عايز اوريكوا حاجه، بصوا التجبن فيها قد ايه، انا تعبت والله. بصوا يا نهار ابيض، بصوا حته قد ايه. طبعا دي ما ينفعش ارميها في الارضيه عشان ما فيش فرد ياكلها، عايز بس اخليها ايه من بره كده بس. وعينه التانيه فيها نفس النظام، بصوا اهو، بصوا التجبنات قد ايه، مش عارف اصورها لكم بصراحه. ايوه انا هابط اهو بردك كده، علاج مش نافع، كله مش نافع، بس ادينا شغالين الحمد لله، الحمد لله. بصوا يعني انا مهما اجيب زغاليل نظيفه مش نظيفه، اعمل لها علاج، اديها كل حاجه، اروق معاها، الحمد لله رب العالمين، لازم يجي لها الدور ده، صيف شتاء خريف ربيع لازم يجي لها الدور ده. بس نبص عليهم عشان لو حاجه عندها نفس الحوار، تعالى نشوف ده عشان لو عنده تجبنات نشيلها برضو. تعالى يا اخويا، تعالى، ده مش تجبنات بقى، ده زي التجبنات بس سايحة كده، بصوا
زي التجبنات بس سايح بس كده. تيشيرت ابيض تاني باظ، وهدلتوني وهدلتوني. تمام، خش نشوفنا دول. تعال. لا زي الفل زي الفل. طيب عندنا دول برضك عشان لو حاجة ايه لقطة منهم. لا مفيش في هنا كمان واحد، مفيش برضه الحمد لله. كده احنا ايه ظبطنا هنا، هنفتح لهم بس مش دلوقتي اما اخلص بس جوه. طيب تعالوا بقى دلوقتي يا جدعان، هناخد ايه ناخدهم واحد واحد بس ايه اظبط الكاميرا وارجع لكم تاني. طيب بصوا يا رجاله، احنا جبنا اول واحد معانا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الله اكبر. نجيب التاني كده يا رجاله. طيب بصوا يا جدعان، انا جايبه ايه مقلوب كده على طول عشان ما يشيلش اخوه. بسم الله بسم الله الله اكبر كده يا جدعان زي ما احنا شايفين. طيب دولك عشان الامراض اللي عندهم والكلام ده كده كله، طبعا دول مش هيتاكلوا، دولك هيترموا على طول يا جدعان. بس فتعالوا بقى نخش جوه ونرجع لكم تاني. طيب بصوا بقى يا رجاله، امك انا طبعا مش عايز ابين الدم ولا اي حاجه عشان ايه الفيديو ما يتحسفش، بس فهنركنهم بقى ايه اليوم بس كده ايه، مش هندخلهم طبعا جوه. تمام كده يا جدعان، طبعا عايز اوريكم المنظر كده بسرعه، فعلى الله عشان الفيديو بس ايه ما يتحذفش. يا يوتيوب ده حمام وحلال ذبحه، انا بس ايه عشان لو بيراجعوا الفيديو ولا حاجه، ده يوتيوب وحلال ذبحه، ودي الاداه اللي احنا استخدمناها يا رجاله. بس كده احنا ايه، انا عايز اغسل ايدي عشان ما تبانش في البتاع، ايدي بايظه خالص. المهم كده يا جدعان ايه، الباب ده كده خلاص، كل سنه واحنا طيبين. طيب في ايه هنا عندنا تاني ممكن ما يكونش ليه لازمه؟ طبعا اكيد مش هناخد دول. كان في حاجه تانية انا واثق انها كانت عايزه تتكل على الله كمان، والله ما فاكره ايه هي. اه كانت دي، هي كانت دي. تمام كده يا رجاله، فاحنا ايه دي كده الحمد لله ماتت، ربنا عوض علينا وخلصنا من الحمام اللي ملوش لازمه عندنا. دلوقتي بقى ايه نفتح لدولك عشان خاطر لو مش هفتح لهم الشبكه، هفتح لهم عشان ياكلوا، عشان ده طبعا معدى كلفتهم. الفكره في ايه يا جدعان؟ انا مش عايز افتح الشبكه، هقول لكم انا دلوقتي الفكره في ايه، عشان حاجه انا خايف منها، عشان الحمام ده كله ما يجيبوش من الشارع. عندنا هنا بيت، بيت في وشنا، بيت في وشنا. انا بس مش عايز اصور عشان ما حدش يقول لي انا بصور ولا حاجه. المهم ان في بيت في وشنا هنا يا جدعان، لو انتوا واخدين بالكم اللي هو الطوب ده. البيت ده يا جدعان بيتصب السقف بتاعه، فشويه وهتلاقي الونش جه والكلام ده كده كله. فاجي انا افتح لدولك يقوم الونش جاي حاجه خبطه، طبعا الزغاليل هتتفزع، فهم جايبها من الشارع. فعشان كده ده اللي مخليني والله مش عايز افتح النهارده. بس مش حاجه، بس الحمد لله الزغاليل اهي زي الفل. ايه ده؟ لا ثانيه واحده كده يا جدعان، تعالي بس انت كده بس اشوفها شويه ميته. وعلى الله التسعيد. بص الحمام اصلا جعان. بص بقى، بس انا مش عايز افتح لدول دلوقتي عشان ما يلقطوش منهم، يعني انا مش عايز افتح لدول عشان ما يلقطوش منهم، فهدولك مش هفتح لهم. يلا حبيبي انت اهو. تمام كده يا رجاله، فكده دولك هنسيبهم يلقطوا على الارض، وبعد كده هنجيب لهم الكلفه. بس سيبهم دلوقتي، مش عايز اعودهم ان انا اول ما افتح لهم ارمي لهم الكلفه. انا بس اللي كل اللي نسيته ان انا فتحت لهم ونسيت اللهم صل على النبي اسمه ايه المكلف بتاعهم ده، الصاج، نسيته على الارض، كنت المفروض الم واكنس الارضيه بس نسيت والله. طيب بصوا بقى يا رجاله، زي ما متعودين في كل فيديو احنا بنعمل ايه؟ كشاف الفتح، بنطمن على حمامنا، شوف البيت بتاعه الدنيا عامله ايه، زي الفل ما شاء الله. فرب ما يقطعها عاده ويبقى فيه خير على طول في كل فيديو. الحصى بتاع الحمى وغزار زي الفل، بس هم معفنين ومبهدلينه يا عالم معفنه. انا بقول على الحمام شيماء، تعالي والله انت وحشاني، هتطلعي حبيبتي حبيبتي. انا عارف ان انا بقالي فتره شيماء جاي عليكي،
ما بطلعكيش، ما بخرجكيش، ما بفسحكيش. بص يا رجاله، انا في حاجه عايز اعملها، في حاجه عايز اعملها، بس خايف. خايف على شيماء انها تضيع. عايز اعمل تحدي، وانا مشكلتي لما بقى في حاجه عايز اعملها ما برتاحش غير لما بعملها. عايز اخد شيماء في فيديو كده هنعمله تحدي، اخد شيماء على ايدي واطلع بيها بره، اطلع بيها بره في الطل كده. بس الحوار ده هعمله طبعا لما افتح للزغاليل ديك، او افتح للشبابات دي الشبكه. ليه؟ عشان لو لا قدر الله طارت تطلع على الظهر فوق مع الحمام اعرف انزلها، غير كده مش هعرف اعمل التحدي. تعالى يا شيماء، تجريش مني، تجريش، ما تخافيش، تخافيش، تعالى تخافيش، تعالى بس، يلا على بابك. لا بقول لك على بابك. لا مش هنقعد انا وانت بقى. ايه بابك اهو، يلا بابك اهو، بابك. بص مش هتخش بابها ولا هتخشي بابك. طيب لا جدع، دخل البابا. وانتوا مش ناويين تشتغلوا ولا تطلعوا تتنشوا بره؟ بس طبعا عشان الحمام بيقلش يا جدعان، والله المفروض افديه. ان شاء الله ممكن الفيديو الجاي نفدي الشبابات دي كلها لغايه اما تخلص. الله اكبر. حبيبي حبيبي حبيبي، مش انت يا فوزي ولا انت يا اسمك ايه، ابنك يا صاحبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طبعا احسن حاجه يا جدعان بحب اعملها في الفيديوهات ديك ان احنا نتابع الزغاليل اول باول في كل فيديو. ليه بقى؟ بنتابع ما شاء الله سبحانك يا رب الكبر بتاعهم بيكبروا ازاي قصاد عينينا، كل فيديو بيكبروا مرحله عن الثانيه ما شاء الله، فبتبقى حاجه جميله والله. اللهم صل على النبي. وها هنا دولك لسه ما حسوش عشان الدكر بيقلش، ودولك لسه ما حسوش عشان بردك بيقلشوا ولسه صغيرين. بوازات، هوبا هوبا. الحصى بتاعهم ايه بقى؟ مش عارف ليه شاكك ان الحصى ده مش معمر، شاكك ان الحصى ده مش معمر، بحاول اوريك كده. الحصويتين دول كده انا شاكك فيهم، الحصويتين دولك انا شاكك فيهم. بالليل نبقى نشوفهم على الله. هما مبيضين بقالهم داخلين في 10 ايام اهو ولا 7 8 ايام. طبعا دولك في حصوايه اتكسرت تحتيهم، وفي واحدة يعني بصوا في حصوة اتكسرت هناك اهي، وفي واحدة سليمة. ما علينا، على الله التسعير. نطمن بقى على الزغلولين البوازات ما شاء الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، واكلينه زي الفل. بس عايز اشوف التاني، عايزين نطمن على التاني ما شاء الله. ما تبقوش مهتمين بواحد واحد، لا لا مؤاخذة هنلفك ونرجعك تاني. اهو يا جدعان ما شاء الله، ربنا يستر ما يطلعوش واحد واحد. انا اسف. لا لفوا انتوا بقى، لفوا انتوا، اقفل. الاحمر ابو خضار فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت هتطلع مش احمر؟ لا طالع احمر ما شاء الله. اللهم صل على النبي، ربنا يا رب يزيد ويبارك ما شاء الله. واكل اهو يا جدعان، ربنا يا رب يزيد ويبارك ويحفظه. طبعا ده احنا متابعينه من اول مكان حصوايه، بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا خلاص ما بقاش في حاجه. هتحصي ولا مش هتحصي يا ولدي؟ لا مش هيحصي يا ولدي. دولك بردك ما شاء الله تحتيهم زغلولين، نطمن عليهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. زغلولين همك ما شاء الله ملبنينهم. اللهم صل على النبي، ربنا يا رب يزيد ويبارك يا رب. وسع حبيبي، وسع حبيبي. وها هنا يوجد حصويتان زي الفل، تمام ما شاء الله. وهنا برضه في زغلولين ما شاء الله، واحد احنا فكناه، واحد انا اول ما يعني ده انا فكه بايدي يا جدعان، يعني ده الكبير اهو، ده انا فكه بايدي الحمد لله اول مره تحصل. كنت ببقى اتمنى ان الاقي اللحظه دي بس كنتش باجي، ما كنتش بلحق يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك. طبعا عائلات الباكستانيات اللي بره دول اهاليهم، فما شاء الله بيجيبوا لنا كام حمامه حلوين. افتح نطمن على الزغلول الاسترالي اللي احنا محضنين تحتيه البوازات، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اكلوا همك. امال اشمعنى كنتش بتاكلوا عيالكم ولا ايه؟ عشان العظمه دي طويله شويه، بس يلا تعلموا في ده، تعلموا في ده ما شاء الله. انت طبعا معانا انت يا شاب، بس دولك انا واثق ان هم خلاص. لا بجد دولك انا واثق ان هم خلاص، فربنا يا رب يزيد ويبارك. انت يا عم اكبر شويه بسرعه بقى، عايزين ننقلك بقى. ما هو باعوك، باعوك وحصوا، عايزين ننقله. فما شاء الله يعني على الله تسهيل باذنك انت يا رب. وها هنا ما تقوليش، لا انت كل مره اقول لك ما تقوليش وفي الاخر ما بتقوليش برضه. واو الزغلول ده هننقله ان شاء الله يومين ثلاثه وننقلهم مع بعضينا.
ودولك لسه على الله تسهيل. والزغلول اللي هنا فين يا صديقي؟ عامل ايه يا صاحبي؟ عامل ايه يا صاحبي؟ ما شاء الله ما شاء الله. اقعد هنا يا صديقي، مش عايز تقعد ما تقعدش، دي حاجه ترجع. انا مش بدي اروح بديك لامك. لا لف، انت مديني ايه؟ مديني ايه؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جدعان الزغلول ده الله اكبر الله اكبر، طالع حجمه كبير، يعني طالع ما شاء الله حجمه كبير، مش زغلول طبيعي، لا طالع ما شاء الله حجمه كبير سبحانك يا رب. فممكن يطلع طفره حاجه ضخمه ما شاء الله. بصوا انتوا واخدين بالكم اصلا الزغلول والام عامله ازاي ما شاء الله. فده كده يا جدعان الفيديو بتاعنا. حمام مات، ذبحنا اللي ملوش لازمه، فتحنا على زغللنا، طمنا على فرخنا. وده كده يا رجاله الفيديو بتاعنا، فيديو حلو، فيديو على رايق. يا رب يكون عجبكم، وكان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.